السلام عليكم. المباريات المتلفزة الجولة 20، السبت 5 مارس 2022، مباراة ودية تلمسان مولية الجزائر، منقولة على القناة الرابعة. مباراة اتحاد العاصمة شبيبة الثورة، منقولة على القناة السادسة. الأحد 6 مارس، لقاء جمعية شلف وفاق سطيف، منقولة على القناة السادسة. أما عن مباراة الاثنين 7 مارس التي تجمع بين أتلتيك بارادو وشباب الوزداد فهي مقولة على القناة السادسة.